باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. الله معكم أخوتي الأحبة. نحن بالأحد الثاني من زمن الميلاد المجيد، أحد بشارة العذراء مريم. بهالأحد بخبرنا الإنجيل لوقا عن ملاك الرب اللي بعته الله لحتى يعلن ويشرح عن تنفيذ مشروع الله الخلاصي عم بيتحقق بقلب الزمن بقلب التاريخ. تم ملء الزمن وكل نبوءات العهد القديم عم تتحقق، ومنها نبوءة النبي أشعيا اللي بيقول ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. مريم بنت من نسل كهنوتي وخطيبة يوسف من نسل ملوكي، وكانت عم تنتظر وعد تحقيق الله الخلاصي. ربنا اختارها لحتى تشاركه بعمل الله الخلاصي بيصير تجسد كلمة الله، وعم بيجعل منا تابوت العهد الحي اللي بده يحمل كلام الرب. وأكيد هون منشوف تحقيق لنبوءة النبي إرميا اللي بيقول سأجعل كلامي في ضمائرهم وفي قلوبهم. مريم عم بتنال الروح القدس ويحل عليها مثل محل على الخليقة يوم الخلق، وكمان قدرة الله العلي عم بتظللها مثل ما كانت تظلل خيمة الاجتماع. الله عم بيظهر قدرته أنه قادر يتجسد بالإنسان بدون ما يفتقد أبداً من ألوهيته، وهيدا في كلام تأكيد من خلال الملاك لما قال الطفل هو قدوس الله واسمه يدعى يسوع أي المخلص. كمان الملاك عم بيأكد عن محبة الله للإنسان وعن احترامه لحريته. الله دايما بينتظر أنه الإنسان يعطي جواب أو بالقبول أو الرفض، وهيدا منسميه جواب الإيمان لما الإنسان بيعبر بملء حريته عن قبول دعوة الله لإله. وهيدا الشي اللي عملته مريم بكل تواضع لما قالت أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك. تعالوا أخوتي الأحبة نحن اليوم نتعلم من مريم، نتقبل كلمة الله ونكون خدام لمشروعه الخلاصي بقلب زمننا، ونقول كلنا سوا مع بعضنا البعض تعال يا رب واسكن فينا ومعنا وبيننا آمين هاليلويا.